والسلام على سيدنا محمد بشر الكريم. تحية الأخ بكوري، الأخ الوردي مصطفى، الأخ حميد الزوجي على هذا الاستقبال. زي سيتي، سؤالي فيما يتعلق بباجيسم. باجيسم هو مشروع مغربي كندي من أجل الرفع من تدوير المؤسسات التعليمية في المغرب. فباجيسم يتكون من ست محاور أو ست مكونات. المكون الذي يهمنا أكثر نحن رجال المؤسسة ورجال الأخطر الإدارة التنموية هو المكون المياه الذي يهتم بمشروع المؤسسة. ومن باجيسم خرج ما يسمى بمجموعات الممارسات المهنية التي اجتمعت اليوم بثانوية حسان بثانوية علا الفاسي الإعدادية قصد إرساء هذه المجموعة. مجموعتنا هو مجموعة الممارسات المهنية السابعة بنيابة الناظور، تتكون من 16 أستاذا ومنسق. وهدف الاجتماع كما قلت هو إرساء الممارسة المهنية التي تهتم أول وقبل كل شيء بإرساء وببلورة مشاريع المؤسسة في المؤسسات التعليمية وفق المخطط التنفيذي الذي رسمته الوزارة لجميع المؤسسات. هذه من جهة، هذا من جهة. من جهة أخرى قد اجتمع مجموعة من المديرين كما رأيت صباح اليوم وعددهم 16 لإرساء هذه المجموعة والتعرف على المصطلحات ثم وضع جدول العمل لهذه السنوي لهذه المجموعة الممارسة المهنية. ولقد تعرف السادة المديرون مدير المؤسسات التعليمية والإعدادية والثانوية على خطة العمل وعن الوثائق التي ينبغي استعمالها في جدول في ما يسمى بمشروع المؤسسة الكندي. ولقد اعتادت كندا أن تتعاقد مع وزارتنا في هذه المشاريع. في المرة الأولى كان هناك المخطط الاستراتيجي ثم مخطط بروكادين، وهو اليوم تستعملوا ما يسمى أو تبعثوا لنا مشروع آخر مهم وهو ما يسمى بمشروع باجيسم أو مشروع دعم وتدبير المؤسسات التعليمية بروجي دابوي دو جيستيون ديزيكول سكولار دي ماروك. بالنسبة للمديرين فهم أول مرة يتعرفون على هذا المشروع، وقد استطاع المنسق أو عبد الزعيم أن يبلغ محاور هذه المنظومة لإرسائها لأول مرة في المؤسسة. وهكذا تم الاتفاق على الميثاق على شارت دو غوفيرنونس على ميثاق الحكامة، وتم الاتفاق على طريقة العمل، وتم وضع اسم المجموعة والمقر ومناقشة القانون الداخلي للمجموعة والمصادقة عليه. أن هناك مزايا لهذه المجموعة وأهداف كثيرة، من أهمها مساعدة المديرين ومساعدة المديرين الجدد، ثم المساواة بين الجنسين. ولكن الهدف الأساسي لباجيسم ولمنظومة الممارسة المهنية هو بلورة مشروع المؤسسة في جميع المؤسسات التعليمية بالمغرب وفق المخطط التنظيمي للوزارة. وهذا المشروع ينطلق ما يسمى بإيبار. إيبار ينبني على أربعة محاور. المحور الأول وهو تشخيص المؤسسات التعليمية وإظهار خصوصيتها بذكر نقاط الضعف ونقاط القوة فيها. النقطة الثانية هي ذكر الأولويات. النقطة الثالثة هي الأنشطة والاشتغال عليها. النقطة الرابعة هي الضبط أو تتبع المشروع إلى نهايته. وهذا المشروع
هو جيد باعتباره له بداية وله نهاية ولا يحتاج إلى كثير من الشركاء بقدر ما يحتاج إلى أطر الإدارة التربوية وإلى أطر التدريس لبناء مشروع بسيط يحتاج إلى مجموعة من مكونات من المنفعية براغماتيزم وإلى البساطة سمبليسيتي وإلى الاعتماد على النتائج ثم الاعتماد على الأثر الذي يكلفه بالنسبة للتلاميذ. والمشروع في حد ذاته ينبغي أن يكون بسيطا باعتباره يقترب من التلاميذ ويدخل إلى القسم، بمعنى أن جميع الأساتذة هم الآن مدعوون للتفكير في بناء ما يسمى بمشروع المؤسسة قصد إصلاح النظام التعليمي وقصد بلورة نتائج جديدة وقصد الرفع من جودة التعلمات في جميع المؤسسات التعليمية. ولهذا نتمنى صادقين أن نصل في جميع مجموعاتنا التي يبلغ عددها بالمغرب 495 بما قدرهم من المديرين 10,900 إلى بلورة مشاريع المؤسسة تعود بالنفع أولا على تلاميذنا وعلى مؤسستنا في كل أنحاء المغرب. في إطار المشروع نتاع باجيست مشروع المؤسسة اللي كنشتغلوا به الآن، اجتمعنا هذا النهار نتاع 23 نوفمبر 2013 باش ننسقوا فيما بيننا نحن المديرو والمديرات المجموعة الثامنة على مستوى النيابة الإقليمية للنيابة المناضلة باش نهيئوا يعني الاشتغال مستقبلا هذا المشروع باش نتفقوا جماعيا على الصيغه او الطريقه اللي ممكن نشتغلوا عليها ونتوافقوا من خلالها على المواضيع او الموضوع او المواضيع اللي ممكن نشتغلوا عليها في اطار المشروع نتاع المؤسسه اللي غادي يكون في الغالب هو مشروع تربوي. مشروع تربوي كنطلقوا من التلميذ ومن حاجيات التلميذ الاساسيه، وطبيعه الحال غادي نختاروا الاولويات، نشوفوا الاولويات نتاع التلميذ باش نعملوا على الدعم نتاعها. والهدف هو تحقيق الجوده، دائما الهدف نتاعنا هو تحقيق جوده التعلمات.